بتكلم عن وضعيات نوم الطفل. فالطفل بعد الرضاعة بتأكد إذا فعلا الطفل نام، ممكن أخذه إلى سريره بعد ما أكون جشأت الطفل أو تخلصت من الغازات بالوضعية هذه، ومن ثم أحط الطفل في سريره. ممكن أنيم الطفل على ظهره بشكل مستقيم، في حال لو بحط مخدة فيجب أنها تكون ناعمة وما تكون عالية جدا، خفيفة تكون لرأس الطفل. أنا ممكن أنيم الطفل إذا كان مثلا أخذ رضعة لفترة بسيطة على جنبه مثلا، عشان أتجنب أي استفراغ أو اختناق أثناء الاستفراغ. بس بعد ذلك ممكن أرجع الطفل مثلا سيده على ظهره، أنه يكون نايم بشكل مستقيم على ظهره. فالوضعيات مختلفة، وأنا ممكن أنيم الطفل بين الرضعة والثانية مثلا في الجنب الأيمن، من ثم الجنب الأيسر، أو على وضعية الاستقامة على الظهر. بس ممكن أتجنب وضعية وضع الطفل على بطنه بعد الرضاعة مباشرة، لأن في أمهات مثلا ممكن يحطون الطفل على بطنه بعد الرضاعة مباشرة. بعد الرضاعة ممكن المعدة تكون ممتلئة، فهي تضغط على رئتين الطفل، فيفضل أني أنا أتجنب الوضعية هذه بعد الرضاعة مباشرة. فأحط الطفل على ظهره سواء في الوضعية الجانبية في الجنب الأيسر أو الأيمن الذي مده، ومن ثم أرجع الطفل سيده على ظهره بالشكل التالي. يفضل في الأيام الأولى بعد الولادة أن الأم تبقي الطفل معها قريب، أو سرير الطفل قريب لسريرها، بحيث أنها تنتبه إلى علامات الجوع المبكرة عند الطفل، لأن رضاعة الطفل في مراحل الجوع الأولى تكون أحسن لرضاعة الطفل عن لما يبدأ الطفل في البكاء والصراخ ومن ثم ترضعة. ممكن في أطفال يرفضون تناول الثدي بالفترة هذه، فالرضاعة تكون أحسن في مراحل الجوع الأولى. فكل ما كان الطفل قريب للأم كل ما كان أحسن، وما يضر أن الأم تبقي الطفل معها بنفس السرير في حال لو كانت مثلا واعية للطفل، أو هي إن ممكن تفضل أنها تنيم الطفل في سريرها، فهذا مش خطأ.